نفسي أشغل نفسي بالقرآن وأكون خاشعة في الصلاة، بس دايما في حاجة بتشغلني، أعمل إيه؟ يا أستاذة الشري صاحبة السؤال، هو ده الصراع الكبير بين السوى وبين القصد. القصد يعني أنا مع الله، أقصد الله في كل شيء، في الصلاة مع الله، برا الصلاة مع الله، في القرآن مع الله. والسوى هو كل شيء سوى الله، النوازع والأشياء اللي بتخطفنا من طريق ربنا سبحانه وتعالى. في ناس قدرت كل ما يخطفهم حاجة يشوف ربنا فيها، يعني مشغول في الشغل، ما هو الشغل ده فيه الرزاق، أنا مع ربنا في الشغل، مع العيال مع ربنا وأنا مع العيال، قاعد مع مراتي بندردش في المسؤوليات والخطط المستقبلية، ما أنا مع ربنا، ما هو دي مراتي شريكة حياتي، أنا مع الله سبحانه وتعالى، ومش ناسي ربنا لحظة، وهو اللي هيوفقنا إن إحنا نحط خطط لمستقبلنا كويسة. فحتى الحاجات التانية اللي غير العبادات بقت مع الله سبحانه وتعالى. وده يأتي بكثرة الذكر، إن أنا أكون ذاكر دايماً في لساني لا إله إلا الله، والصلاة على النبي، والاستغفار والتسبيح، أكون معجون كده، لو عوروني أنقض ذكر. واللي بيعمل كده بيبقى صعب على الشيطان يصرفه عن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ماشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يفتح عليكم.